عملية الإفراج عن المخطوفين الثلاثة من آل حمد أنجزت، لكن الوضع في بلدة البقيعة الحدودية لم يعد إلى طبيعته وقد لا يعود. فالمخطوفون أصغرهم ماهر عاد جثة هامدة، ثانيهم خالد عاد مصابا وها هو يخضع لعمليات جراحية لرجليه المصابتين بطلقات نارية في مستشفى طرابلس الحكومي. أما ثالثهم فادي فلا تزال آثار التعذيب على جسمه واضحة، تاركا في سوريا قارب صيد لم يتمكن من استرجاعه. يا حنيني يا مهورة ويا أسافة عليك يا خيي، ولا تستاهل الحزب يا ماهر والبس عليك أسوان. عقب صلاة الظهر أقيمت الصلاة على جثمان ماهر في مسجد العريضة لينقل بعدها إلى المثوى الأخير في مأتم شعبي حضره أبناء المنطقة الذين لم يخفوا غضبهم جراء ما حصل. صلوا على النبي يا شباب. الله يرحم الصبي، هيك منيته بدي يموت. بس نحن طالب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هني خلصونا وضعنا بسوريا، غير هيك معنا. وفيما علم أن عملية تسليم المخطوفين الثلاثة تمت عند نقطة العبودية الحدودية بعد منتصف ليل السبت الأحد إثر اتصالات على أعلى المستويات بين الجانبين اللبناني والسوري، بدا المشهد الرسمي في المنطقة على حاله وظلت المطالبة قائمة بحماية أهالي البقيعة وكامل القرى الحدودية. نحن مباشرة نطالب رئيس الحكومة بالاستقالة إذا من قادر أن يأخذ قرار بمجلس الأمن أو إداني لهذه الجرائم الوحشية البشعة. حتى لمفتي الجمهورية نحن بنقول له هذه رعيتك، عليك أن تقف وتطلق صرخة واحدة هي إدانة. الشعب اللبناني يواجه النظام السوري المجرم بدون حكومة تدافع عنه، ومن هنا نحن نرفع الصوت. لم يعد أمامنا من مجال إلا مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول العالم بحماية اللبنانيين. التطورات لم تقف عند هذه الحدود، إذ عمل الظاهر على إقناع الأهالي بإعادة فتح الطريق الدولية بين لبنان وسوريا رغم غضبهم، واعدا بتولي الاتصالات اللازمة لإعادة القارب من سوريا إلى أصحابه في لبنان. حادثة شبان آل حمد ليست الأولى من نوعها في منطقة حدودية، ولا شيء ينذر بأنها ستكون الأخيرة، فالحضور الرسمي هنا لا يزال غائبا ومقتصرا على إصدار البيانات وإجراء الاتصالات بحثا عن الحلول المؤقتة فقط. من بلدة العريضة الحدودية، هنادي رحمة، MTV.